بالنسبة للعرض اللي قدم به السيد وزير العدل، هو عرض في أفق إن شاء الله أنه يتم تقديمه في شتنبر في جنيف. وهذا الاستعراض هذا مهم جدا، لأن أولا تيبين الانخراط القوي ديال بلادنا في هذا المجال ديال محاربة الاختفاء القسري، وأيضا محاربة مواجهة التعذيب ومحاربته. فبلادنا تسير بخطى ثابتة في هذا الورش، التوصيات التي تتم يعني اعتمادها، بلادنا تنخرط في يعني في التفعيل ديالها بشكل قوي. وهذه يؤكد مرة أخرى على أنه هذا المسار اللي رسمه جلالة الملك منذ يعني اعتلائه العرش في 1999، وخاصة مع العمل الكبير اللي قامت به هيئة الإنصاف والمصالحة، يؤكد بأن بلادنا ماضية قدما في هذا التوجه هذا ديال رعاية وحماية حقوق الإنسان عموما.